سمعتوا قبل هيك عن القرع، واليوم رح نعمل فيها وصفة مشهورة ومعروفة وكتير طيبة. رح نعمل القرع المشوي محشية بالقدرة الفلسطينية. أول إشي رح نحضر خليط دهن القرع، رح استخدم هون معلقة كبيرة من السمنة البلدية، رح أضيف لها معلقة صغيرة ملح، كمان رح أضيف معلقة صغيرة من بهارات القدرة الجاهزة. رح أخلط هدول المكونات مع بعض بواسطة فرشاية مطبخ، وهون بنكون حضرنا القرعة الخاصة فينا اللي رح نطبخها سوا. القرعة اللي استخدمتها اليوم وزنها على الأقل 3 كيلوغرام. قطعت القطعة العلوية منها بهالشكل وفرغتها من الداخل بواسطة معلقة معدنية. رح ندهن القرعة من الداخل والخارج بخليط البهارات اللي حضرناه مع السمن. بسم الله الرحمن الرحيم، بضيف كمية داخل القرعة بهالشكل وببدأ إني أدهنها كتير منيح من كل مكان. هلأ أنا دهنت القرعة من الداخل زي ما شفتوا من كل مكان. بعد هيك أنا حضرت 3 طبقات من القصدير، كمان فوقهم حطيت طبقة واحدة من ورق الزبدة. رح أحط القرعة مباشرة على ورق القصدير والزبدة، وهون صارت جاهزة إنه ندهنها من برا بنفس الخليط وبنفس الطريقة. طبعا رح أدهن كمان غطيتها أو القطعة اللي طلناها من فوق. الخطوة الثانية مباشرة في طنجرة حامية على النار رح أضيف معلقتين كبار من السمن، 4 أوراق غار، 4 أو 5 حبات هيل، كيلوغرام لحم غنم مقطع راس عصفور. رح أقلب اللحم على نار عالية مدة 10 دقائق حتى يصير بلون ذهبي. طبعا طول ما بنقلب اللحمة النار لازم تكون عالية حتى تاخد معي اللحمة هذا اللون الحلو. هلأ مباشرة بقدر أتبلها، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة بهارات القدرة الجاهزة، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة من الكركم. بقلبهم تقليبة مع اللحمة ورح أغمرهم بلتر ونص مي مغلية. مباشرة بغطي طنجرتي بتركها على نار متوسطة من ساعة لساعة ونص حتى تستوي معي قطع اللحم تماما. بعد مرور الوقت عندي هون راس توم كامل بالقشر، أنا غسلته كتير منيح، وعندي راس توم كامل مقشر بهالشكل. وهون عندي كوبين من الحمص الحب مسلوق، ممكن نستخدم المعلب أو اللي إحنا نسلقه بالبيت. وآخر إشي رح أضيفه هو الرز، عندي 4 أكواب من الرز المصري قصير الحبة رح أضيفه مباشرة. هلأ إشي ضروري إنه لازم مستوى المرقة تغمر الرز بمقدار 1 سنتيمتر زي ما شايفين كيف معي، كمية المرقة مناسبة جدا للرز. هلأ بكل بساطة رح أغطي طنجرتي وأعلي النار لأعلى حرارة وأتركها لمدة 5 دقائق لينزل مستوى المي بس. مجرد ما سحب الرز المي ونزل مستواها زي ما شايفين فورا رح ارفعها عن النار. هلا رح اخذ الرز كامل مع اللحمه والحمص والثوم اللي ضفناهم داخل الرز اثناء ما كنا عم نطبخه مباشره لجوا القرع. طبعا اكيد لازم نضيف كمان مرق اللحم الموجود مع الرز حتى ينطبخ فيه داخل القرع. بعد ما عبيت القرع بالرز مباشره رح احط الغطاية او القطعه اللي فوق بهالشكل، بسكرها وبضغطها شوي. وهلا رح نلفها، رح نلف اولا ورق الزبده، ورق الزبده بحبس البخار وبمنع القصدير يلامس الاكل. وبعد هيك رح ابدا الف القصدير. طبعا في حال احتجنا لورقه قصدير اضافيه كمان ممكن نغلفها، المهم ما يضل اي جزء من القرع مبين. هلا هون رح اضيف ورقه من فوق واضغطها حتى اسكر الفتحات الموجوده فوق. هيك أنا ضمنت إنه القرعة مغلفة كتير منيح، ما في أي جزء منها مفتوح أو بخار حيطلع برا. نكون هون مولعين الفرن ومحميينه ومثبتين الرف، أول رف من تحت. طبعا الفرن حرارته لازم تكون 180 ورح تحتاج معي ساعتين بالضبط بالفرن بدون ما أفتحه نهائيا. بسم الله ما شاء الله، تعالوا شوفوا معي هالمنظر قديه حلو والريحة قديه شهية. وهيك قدمت القرعة زي ما شايفين. لاحظوا معي قديش غلاف أو جدار القرع عندي هون مستوي ودايب دوبان. الريحة طبعا ما شاء الله تتحدث عن نفسها، شوفوا ما شاء الله ما أحلاها، تاخذ العقل. بتمنى تعجبكم وصفتنا لليوم، وألف صحة وهنا.